أطلقت جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا مبادرة مشتركة لتعزيز التكامل والتعاون الإقليميين ولمساعدة الدول العربية في تحقيق الأهداف التنموية. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة الوزارية 31 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي. وخلال كلمتها أكدت دشتي أن هذه المبادرة التي تأتي تحت عنوان الرؤية العربية 2045 تمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل يتميز بالثراء الثقافي والتعاون الإقليمي بهدف استعادة الأمل بالفكر والعمل والبناء ولتحفيز النمو المستدام وتعزيز التعاون والتضامن الإقليمي. حقيقة الرؤية المستقبلية ل 2045 هذه الرؤية رؤية واعدة ورؤية ذات محاور مهمة جدا، فيها مبادرات قيمة لدرجة أنه هذه المبادرات تنقلنا في المنطقة الغربي آسيا اللي هي المناطق العربية غربي آسيا للتكامل للعمل الاقتصادي، التكامل الاقتصادي، الشراكات الاقتصادية، التحديات المواجهة لهذه المناطق أو هذه الدول بترجع ل أن احنا في المرحلة القادمة وبالذات في هذه المبادرات أو هذه الرؤية بنجد أن كل الدول دي عندها تحديات، هذه التحديات تتمثل في الأمن والأمان والاستقرار. طالما هناك أمن وأمان فبتكون في مبادرات ممتازة، لكن لما يكون ما في استقرار ولا أمن ولا أمان بتكون في عملية بتاعت خلخلة في الاقتصاد، الاقتصاد ما بيكون مهيكل تهيكلة كاملة.